أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بشدة مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عقلة بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية أثناء تأدية عملها الإعلامي باعتباره انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وعبرت وزاره الخارجيه عن خالص تعازي مملكه البحرين ومواساتها للشعب الفلسطيني الشقيق وعائله الفقيده وذويها وللاسره الصحفيه والاعلاميه العربيه متمنيه الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي ومطالبه باجراء تحقيق فوري شامل في هذه الجريمه وتقديم مرتكبيها للعداله